اسم كامل تيتي عزيزة، كنشتغل في هذه المؤسسة لمدة 20 سنة كأجون دو سيرفيس. استاجيت المباراة ديال البكالوريا للمرة الثانية أحرار علوم إنسانية. كنبغي نهني المدير العام للمؤسسة السبيل عبد الفتاح بوزوباع على النتيجة اللي حققوا على التلاميذ ديالنا، وهذا بفضل المجهودات ديال الأساتذة الأفاضل ومؤسستنا كقائدة لمستوى الطلاب. فالإحصائيات شاهدة على ذلك بأن دائما تبقى تكون تحصل المرتبة الأولى بالنسبة للمعدل لأساتذة المباراة البكالوريا بميزات مستحسن 3.23. هذا المنبر كنوجه التحية لجميع اللي ساعدوني من أساتذة من أطر تربوية، جميع الناس كنشكرهم. وأنا المسيرة ديالي ما غتوقفش، غادي إن شاء الله غنزيد لقدام وندير إن شاء الله نحصل على الإجازة بحال في القانون، ولما لا حتى الماستر حتى نحقق المبتغى ديالي. السلام عليكم. بعد المناسبة الجليلة ديال آخر سنة مؤسسة السبيل كتحتفل بتخرج الفوج 25 عام من تأسيسها، وبهذا التخرج كنقدم راسي. أنا اجتازيت بكالوريا شعبة آداب علوم إنسانية، اجتازيت وحصلت على المعدل 12.50، وهذا المعدل وهذا النجاح حفزني باش ان شاء الله غادي ندير اقسام تحضيريه ان شاء الله، وغادي نقرا وغادي نكون في المستوى اللي نحمر به التعليم في المغرب، وغادي نكون ان شاء الله من 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 الناس اللي غادي يحصلوا على الاجازه وعلى الدكتوراه ان شاء الله في المستقبل. وانا كنشكر في هذا المنبر كنشكر الاساتذه اللي واكبوني واطروني خارج العمل ديالهم، وكنشكر مؤسسه السبيل اللي فتحت لي هذا الباب هذا وساعدنا تنتيا من الاطر ديالها الاداريه والتربويه، وجميع الناس اللي عاونونا من برا ومن ديال المؤسسه حتى هما ما نساهمش، والعائله ديالي اللي حتى هي سندتني وقفت معايا. كنشكر الجميع. عقل هنا في مؤسسه انا الدور ديالي هذه المؤسسه كنخدم هنا كندير فوتوكوبي وكنساعد الناس الاداريين هنا كنساعدهم، وهذا هو العمل ديالي. ماشي اول مره كنجتاز البكالوريا، انا كنت جتازيت البكالوريا في مدينه صفرو وما جابش الله، ومع المده توصلنا لهذا الوقت تزوجنا، ولكن في الظروف هذه ديال الظروف اللي جعلتني باش ندوز البكالوريا هي تحفيزات ديال الاساتذه. قالوا لي علاش ما اجتازتيش شحال ديال البكالوريا؟ قلت لهم دير كل حاجه وقتها، وفعلا جا الوقت ديالها واجتازيت البكالوريا والحمد لله ربي وفقنا. فخرين واعتزاز نهنئ عون الاداره السيد محمود الخطاقي والسيده عزيزه عون النظافه على نجاحهما في امتحان البكالوريا. إن إنجازهما هذا يعكس الجهود المبذولة والشطارة التي بذلاها بإصرار وحزم، بالإضافة إلى الدعم القيم الذي لقياه من طرف الأساتذة الذين ضحوا بأوقاتهم خارج العمل وساعدوهم في الاستفادة من دروس الدعم المجاني. نحن في مؤسسة السبيل نلتزم بتعزيز وتطوير الموارد البشرية كجزء أساسي من استراتيجيتنا التنموية، من خلال برامجنا المتخصصة في التدريب والتكوين والتطوع. نسعى دائما لتمكين كل فرد من أعضاء فريقنا يحقق أقصى إمكانيات العمل والحصول على النتائج الإيجابية. نؤمن بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية كأساس للنمو المستدام والتفوق المؤسسي من خلال توفير الفرص التعليمية والمهنية. نسعى لبناء بيئة عمل تحفز على الابتكار والإبداع وتعزز
من التعليم المستمر وتطوير المهارات. نجاحكما أيها السيدين الدقاقي وعزيزة هو من روح الفريق ويثبت قدرة كل فرد على تحقيق الأهداف الكبيرة. نتطلع بشغف إلى تطوير إمكانياتكما والمضي نحو العمل والاستمرار في الجد إلى أن تحصل على نتائج إيجابية في المعاهد العليا الجامعية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.